هذا اللي كيف قلت لكم جاء بطريقنا، وهي القافله الغذائيه، وهو اطعام الطعام الجمعيه ان شاء الله وليت عاد القافله الكبيره. بالمثل اختنا هاي شفتوها تبكي، والديها مسنين وابوها منهم يقود وظروفه صعيبه وامها ضعيفه، يباتوا يتقلبوا قاتل مزرها بالجوع ويبكوا، وهي ما قادره تمشي تستقال ولا تحصل مشي بها ضعفهم، ولا حول لها ولا قوه. وش تعرف وتتمنى؟ قالت لنا قلنا لها قولي لنا اكبر امنيه عندك شنو؟ اياك حقق ان احنا بيومنا. قالت لها اكبر امنيه عندها ان تب ترقد والديها ما يشعرون بجابهم بيبشوا. هذا هو اكثر شيء تمناه هي المراه اللي تراح فيه. صايره ب 29 القديمه لا تمسح دموع مثل متمولانا ولا تربط على قلب والديني رعبهم وتبكي. خلصوا شنو عند الله تبارك وتعالى. جمعيه ان شاء الله، وهذه ام الايتام رايالكم ما زالت بالحق وعندها احشار الشاشه وتبكي ياسر البكي. لنا فيلم ما قدرنا نطوله، شد دور الدور لا حد يعيد عليها، هي وشاشرتها مازال بهم حي. كان قالت لها ما تطرح لي مشكله ومن الساعه اللي مشت ما قد قالت لها تعشت لي هي وشاشرتها. ومثالهم ومثالهم لا يستفاد من ذي القافله. اختار نقول لكم جمعيه قرون بسنه تختار لكم اكبر اجور فاعظم زمان، تستثمر عباده الوقت. لذلك هذا السونداج باذن الله تعالى راجل الله تبارك وتعالى انه يتقبل من كل ما شارك معنا، ونذكره برقم الجمعيه وباكيلي عليه وسداد ومصري وجميع التحويلات كامله اللي في البنوك. رقمه 26 27 0101. واللي ما اللي يبقى الجمعيه بعد حملتهم رابطهم. نختار نشكر واحده من اخواتهم تلفنت عليا قبيل يتقبل منهم انا حاضره الان سابق يخلق العرض قاع. قالت لي ذيك الحمله اللي فاتحين نختار السبقه راني متبرعه 200. جزا الله خير، تقبل الله منا ومنها صالح الاعمال. ونشكرهم اللي المتبرعين الاخرين ما قدرنا نقاطعوهم. هون حد من الرجال الحاضر يتقبل منه تبرع ب 500، واحد تبرع ب 300، واحد تبرع بمليون و200 الف، هم حاضرين معانا. سال الله تبارك وتعالى انه يتقبل يا ربي منه ومنهم صالح الاعمال وجازين بالخير. ونذكر ان لا ننسى والدين ولا ننسى موتان ولا ننسى ان احنا ما زلنا متقدمين لقدام. ويالتنا كاملين عدل صدقات جارية تنفعنا. الله يتقبل يا ربي منكم صالح الأعمال.